السلام عليكم البنات، نتمنى هذا الفيديو ينال الاعجاب ديالكم ان شاء الله. جيت بهذا الفيديو هذا، بغيت ندير لكم واحد الفلوق هكا على برا، اللي هو اليوم واحد الله في شهر 9، اليوم الدخله ديال الاولاد ديال المدرسه. وبصراحه الجو زوين، ما كاينش عندنا البرد، ما كاينش الحراره. وبغيت نقول لكم كندير لكم هاد الورود الجميله الناس كاع اللي كيتبعوا القناه ديالي ملك باري فلوغ. كنتمنى ان شاء الله يا ربي يعجبكم هذا الفيديو، وما تبخلوش عليا في التعاليق ديالكم والكلام الزوين اللي كتكتبوا تخليوا في التعاليق، ولايك والاشتراك. ونشكركم من اعماق قلبي، كنشكر كاع الاخوات اللي راهم كيتعاونوا معايا في القناه، وكنشكر حتى الخوت يعني الاخوان اللي كيشاركوا في القناه ديالي واللي كيخليو تعليق زوين. كنشكركم بزاف بزاف بزاف، اي اخ واي اخت كنشكركم من هذا المنبر، ونقول لكم شكرا بزاف. بصراحه راكم عاونتوني وبزاف ديال الحوايج درتو معايا، جامي ننسى لكم الخير ديالكم. شكرا لكم بزاف. وهذا اليوم واحد الله في شهر 9، اليوم الدخول المدرسي، وانا راني بصراحه فرحانه لما بنتي بدات القرايه ديالها ودخلت ليكول ديالها، ليكول ديالها جديد اللي كنقول كنتمنى ان شاء الله يا ربي يعني تكون فيه احسن واحسن ان شاء الله. راها فرحانه بزاف، ونتمنى الوليدات المسلمين كاملين ان شاء الله يا ربي هذا الوباء يتهز علينا ويرجعوا الوليدات يقراو عاديين، والناس يرجعوا للخدمه ديالهم ان شاء الله. ونتمنى التوفيق للجميع، واللي في القلب ديالو شي حاجه ربي يوفق له ان شاء الله، ربي يوفق في الخير ان شاء الله يا ربي. انا راني فرحانه من حيت بنتي بدات القرايه، اليوم واحد الله في شهر 9، وهي مشيت معها وهي فرحانه، وقلت علاش لا ما ندير لكمش واحد الفلوق هكا ونشارك معكم الفرحه ديال الدخول المدرسي ديال الوليدات كاع ديال المسلمين، وديال حتى اللي ماشي مسلمين. بصراحه حنايا كنبغيو كاع الدنيا تكون بخير ان شاء الله يا ربي. وشكرا لكم بزاف، شكرا للاخت فاطمه من اسبانيا، شكرا للاخت خديجه من طليان، شكرا للاخت تقديرين اللي هي يا بصراحه نتمنى لها الشفاء العاجل ان شاء الله. شكرا للاخت نعيمه من مكناس، شكرا للاخت امينه من خنيفره، شكرا للاخت ونتمنى لها الشفاء العاجل ان شاء الله، الاخت الهام من باري. شكون اخر اللي نسيتها ولا ما قلتش الاسم ديالها تسمح لي بزاف كنعتذر. الاخت تقديرين اللي هي من مدينه مراكش، اللي هي يا رحلت مشات للمدينه، مشات للمدينه خريبقه ان شاء الله يا ربي يدخل عليها دارها بالخير ان شاء الله. ونشكر الاخ اللي من كندا، اللي نشكره بزاف على التعليق ديالو الزوينين. نشكر الاخت نشكر الاخت ليلى من الميريكان، نشكر الاخت فتيحه من دبي، نشكر كاع الاخوات ونشكر الاخت خديجه من قنيطره من المغرب. نشكر كاع البنات، كاع البنات نشكرهم بزاف 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 بزاف، اللي راهم بصراحه وقفوا معايا بزاف ودعموني في القناه ديالي. ونشكر الاخت زاهيه، اخت زاهيه اللي هي في الاصل ديالها من الجزائر، اللي هي يا قبيليه، نقولها شكرا حبيبتي، شكرا بزاف، شكرا ليك. نشكر كاع
كاع الناس الزوينين، الناس الطيبين، الناس اللي بصراحه ما كيبخلوش عليا حتى بشي حاجه. فاش ما احتاجيتهم كنلقاهم، وفي اي سؤال كنسولهم كيجاوبوا. نشكر كاع البنات والولاد، نشكركم بزاف 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 بزاف. نقول لكم ان شاء الله وليداتكم يدخلوا ان شاء الله بخير، ان شاء الله يا ربي يبداو الدخول الدراسي ديالهم ان شاء الله بالخير، وان شاء الله يا ربي يوفق ليهم ويرفد علينا ربي هذا الوباء، ويكونوا في الدراسه ديالهم مزيان ان شاء الله. كنهدي لكم من اعماق قلبي هذه الورود الجميله الزوينه في هذا الجرده. الا كنشوف شي ورده وكنفكر الناس الزوينين، ونتمنى التوفيق للجميع ان شاء الله. اليوم واحد الله في شهر 9، اليوم بالنسبه لي انا زوين بزاف. نشكر واحد الانسان، واحد الانسان اللي بصراحه اللي معززته كبيره 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 بزاف. واحد الانسان اللي هو يا كنظن هو واخد البلاصه الاولى في القلب ديالي. راني كلكم كنحبكم، ولكن كاين واحد الانسان اللي بصراحه كنحبو بزاف، كنحبو وكنحماق عليه وكنتسطى عليه وكنبغيه بزاف بزاف. هو شكون غادي يكون هذا الانسان هذا؟ وكنهدي له كاع اي حاجه زوينه. وهذا الورد هذا اي ورده هنايا صفراء حمراء خضراء كما كان اللون ديالها انا كنهديها له. هو يا الشخص اللي الى خطاني نموت، وحياته معايا هي نور عيني، هي دقة قلبي، هي الأكسجين اللي كانت نفسه. هو الزوج ديالي، الزوج ديالي العزيز، الزوج ديالي طيب، الزوج ديالي إنسان المتخلق، الإنسان القلب الكبير. أنا بصراحة كاع الفيديوهات اللي درتهم جامي 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 شكرت للزوج ديالي، وجامي هدرت على راجلي هكا. ولكن هذا الإنسان هذا يستحق أي حاجة زوينة، اي حاجه زوينه، اي حاجه زوينه يستحقها هذا الشخص هذا اللي هو الزوج ديالي. كنحماق عليك، كنبغيك بزاف، كنبغيك اكثر ما تصور. الانسان اللي بصراحه غير لي حياتي، اللي خلاني عشت اجمل حياه في الحياه ديالي، اجمل ايام، سمحوا لي، اجمل ايام عشتها في حياتي هي اللي دوزتها مع الزوج ديالي، الزوج ديالي الحبيب، الزوج ديالي الطيب. كنحبك بزاف، وبلا بك ما نقدرش نعيش. وكنقولها لاي اخت واي زوجه تلقاي ولد الناس وانسان صريح معك وانسان كيبغيك واي حاجه كيوصلها لك وكيشارك معك الصغيره والكبيره، يستحق الاحترام، يستحق اي كلمه تقوليها في حقه زوينه وما تكفيش لذاك المعاملات الطيبه، طيبه قلبه. هدي له اي حاجه. وانا كنقول لك زوجي طيب، انسان رائع، انسان الجميل في الجمال، والطيب في القلب، وطيب في المعاملة ديالو. هو الإنسان فاش يكون يعني ثقته فيك والصدق، وما يخبي عليك حتى حاجة، ويكون كيتواصل معك ولو تكون حاجة خايبة يقدر يوصلها لك، ما يخبي عليك حتى حاجة. هذا هو الإنسان الطيب، هذا هو الإنسان الرائع. أنا كنحبك أزوجي، كنحماق عليك. وحاجه واحده اللي غادي نقولها، الله يبعد علينا ولاد الحرام، والله يدومها محبه ما بيني وبين زوجي، والله يخلي لكم الازواج ديالكم ان شاء الله يا ربي. انا دابا راني كنهضر على الزوج ديالي وقلبي راه كيضرب بصراحه. زوجي الزوج ديالي عندي معاه قريبه 8 سنين ديال الزواج.
كنحس كل نهار بحال الا عاد تعرفت عليه من جديد. يعني كل نهار كنحس بواحد الحب من جهته. نهار على نهار كيتزاد هذا الحب. وحاجه واحده اللي نقولها، الله يبعد علينا ولاد الحرام، والله يدومها محبه، والله يخلي لي بنياتي ويخلي لي الوالده ديالي ويخلي لي لا فامي ديال الراجل ديالي اللي هي الوالده ديالو اللي انسانه طيبه، الله يطولها في العمر ويشافيها يا رب، ويخلي لي ميمتي ويخلي لي بنياتي والزوج ديالي ويخلي لكم الناس اللي عزاز عليكم. وانا بصراحه ما كنتش عواله غادي نشكر الزوج ديالي، ولكن لقيت هذا هو اللي يستحق نشكره بزاف، يستحق الانسان بصراحه. اش غنقول لكم، يعني اي كلمه غادي نقولها قليله في حقه، وانا نقول له الله يخليه ليا والله يدومها يا ربي محبه بيناتنا. وشكرا لكم البنات، شكرا لكم بزاف، وراكم في القلب. وانا انا ما كنتش عوالا نخلي هذا الفيديو، ولكن بصراحه لما لقيت راسي فرحانه بالدخول المدرسي ديال البنيه ديالي، والحياه ديالي الحمد لله راها ماشيه مزيانه الحمد لله، ما عندي حتى شي حاجه اللي بصراحه راني فرحانه في هذا الوقت اللي نعيشها واللي كنعيشوا فيها، واللي واخا هذا يعني كاين شويه ديال الستريس ديال هاد الامراض هذا، ولكن الحمد لله انا حمدت ربي وشكرته. لما كنشوف زوجي حدايا ويتعامل معايا معامله طيبه كننسى اي حاجه، وكنقول الحمد لله حمدتك يا ربي وشكرتك. والحمد لله واللي عنده شي زوج واللي عنده شي زوجه يتهلا فيها وتهلا فيه، والله يدوم لكم زواجكم، والله يبعد عليكم ولاد الحرام. ونخليكم في فيديو اخر ان شاء الله، ونقول لكم شكرا بزاف للدعم ديالكم، وشكرا شكرا شكرا زوجي طيب، زوجي اللي كان حماق عليك. السلام عليكم البنات، ونتلاقاو في فيديو اخر ان شاء الله، الى اللقاء.